الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فأتوا بالحطب الجز ووضعوه على دار الإمام، واضطرمت النار في دار الإمام ودخلت النار إلى الدهليز، وقام الإمام يطفئ النار وهو يقول: أنا ابن رسول الله، أنا ابن علي، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، إلى أن أخمد النار دخلوا علي أصحابه، رأى واضع الرأس بين ركبته، واعتلى منه البكاء واللحيب. قالوا له: سيدي، تأمروننا بالصبر وعند المصائب واللوائب تجزعون؟ قال: والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين، فلما رأيت النار تضطرم في البيت ويفرون بناتي من حجرة إلى حجرة، تذكرت بنات الرسالة يفرون من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، وكل ينادي: وحسينا. اكتفوا بذلك، اكتفوا بحرق الخيام؟ لا لا والله ما اكتفوا، إلا أن صاح اللعين: زينب من الخيمة طلعوها، طلعوها وحرقوا قلب غبرها سخوا، ولا من بجات بالصوت ضربوها، سبوا الزكية وشتموا ابوها، ولا زال المنظور يضيق على الإمام. آجركم الله إلى أن بعث إلى جلاوزته أن تأتي بالإمام بأي حالة يرون، وكان عازم على قتل الإمام. صحو نادي وإماما، يقول الراوي: أتينا إلى دار الإمام، وضعنا السلالم على دار الإمام، وصعدنا إلى داخل الدار، رأينا الإمام جالسا في محرابه يصلي لله، فجررنا الإمام من محرابه، فقال لهم الإمام: امهلوني إلى أن أرتدي ملابسي. قالوا: ليس لك سبيل. فأخذوه فمثل أمام المنصور حاصر الرأس حافي القدم هايد، فقال له المنصور: أما تستحي على هذه الشيبة؟ صح ونادي وإماما وسيدا، تريد أن تشق عصا المسلمين، تبعث إلى أهل خريسان أن يبايعوا لك؟ قال: والله لم أبعث لهم، وهذه الكتب ليست بكتبي. فسلى سيفه شبرا ثم أرجعه اللعين، ثم سلى سيفه ذراعا ثم أرجعه، فسل سيفه إلا شيء ثم أرجعه، وصار ينظر إلى الإمام الصادق وهو يقول: أظنك صادق. فأمر بانصراف الإمام. أتوا إليه الناس، قالوا له: يا منصور، لماذا سحبت سيفك شبرا ثم أرجعته وسحبته ضراعا
ثم أرجعته وسحبته إلى شيء ثم أرجعته. قال لما سحبت سيفي شبرا رأيت رسول الله أمامي حال بيني وبين الإمام الصادق صحو نادي وإمامه وسيده. يقول لما سللت سيفي ذراعا اقترب مني رسول الله غضبانا فأرجعته، فلما سليت سيفي إلا شيئا فاقترب مني رسول الله وبيده حربا، فوالله لو ضربت الصادق بسيفي لضربني. الله أكبر يا رسول الله، سيف واحد سلوا عليه وحضرت يا عطوف، وللشهيد حسين وينك ما تجي أرض الطفوف، موسى في شهره وفي وجهه شهرة سيوف وكلها مسلولة على مهجة علو ريحانته. ما حضرت حسين صبطك يا ما جاخ الشمير شاعر البتار بيده وداس على الصدايا وقام يحز برقبتايا وحسين يما يعتفر وارتفع ورفع راسه على رمحه اقبال اخته ونسوته. أجركم الله إلى أن تحيل الفرصة بعد الفرصة إلى أن دس إلى إمامنا سما لقيعا صحو نادي وإمامه وسيده. فلما تناول الإمام ذلك السم أحس من في إلى سرتك المواسي والسكاكين تقطع أمعاه صحو نادي وإمامه وسيده. فلما حال حينه وقرب أجله وجه ناحية القبلة فعرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجله وأغمض عينه وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. جعفر الصادق مات والونة خفية وناحت على مصاب البتول الهاشمي. جعفر الصادق حان حين وشرب كاسة من عقب ما تماسمة على قطع وراس ولا سمعنا بالطشيد طاحت براسه مثل الشهيد اللي انذبح بالغاضري. جعفر الصادق شيعوه بعزه وجلاله
ما ظل عار مقطع جملة وصاد وحسين جلدة ظل رمي يوم حد شاله مطروح يا وسف على أحر الوطي جعفر الصادق ما بقى مرمي بالأضلال وحسين جداب الرمي يا فوق الرمى جسمه على التربان وراسه فوق عسى وجسم المصطفى وجسم صبط المصطفى رضت ضلوع الأعوج خان سوان جعفر عقب عين ما سبوها ولا بعد ما تفاق هزل ركبه ونسوان جد حسين يا وسفه تكوها وللشام والدغام الى الطاغي هدي جعفر بقبره نزله هو هالو الترا وابن الكاظم ضل ينوح دمع سجا ليتك يا ابو ابراهيم حاضر يا بالاطياب في كربلاء وتشوف جدك يا شفي لف الجسد بارية لف الجسد جدك السجاء وحطه بحفرته والقلب وقع يا حسرتي دفن عمى وكل لولا مفطور قلبه من فعا ايل بن امي ثلاث ساعات ابو السجاد ظل مطروح بالحومه على القومه يئم روحه ولا يقدر على القومه لكن من سمع الدال زينب نادته يا حسين قام وقع الغبره وكيدا وقع الاثنين جرح قصته وجرح صدره من السهم اللي فر صابه وذن الاثنين الجلفات السهم بشعب مختلفات لو ما ينذبح جامات من ذن الاثنين الجان من نزفة دموم زينب نادت يا حسين بس لا تقوم النوم ما تقدر على النخضة وقلبك بالسهم مصيوم شهادة عليك مكتوبة وعلينا اليسر مكتوب نمشي وجسمك نعوفة لا رأسة ولا تشوفة نمشي يسر للكوفة ردت لا تلش ردت اعلغش كثر معظم أعظم ما يشجي الغيور دخولها يا الله تقبل عزاءنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا كفيل الظلمة عنا بحق محمد وآل محمد.
إخواني الأعزاء، كأنما هناك دعوة لجمع الصدقات، فإذا كان واحد أو اثنين ثلاثة يقوموا لجمع الصدقات فجزاكم الله ألف خير. يا الله تقبل عزاءنا، أمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، كفيل الظلمة عنا بحق محمد وآل محمد، شافي مرضانا بمريض كربلاء، زين العابدين وسيد الساجدين، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. والفاتحة إلى أرواح موتانا وموتاكم من مات على الإيمان، تسبقها بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد.